هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة كفر الشيخ. فيها تم عملية إصلاح وإعادة تشغيل معدات نظافة متهالكة بقيمة 23 مليون جنيه. أما في قنا فتم توفير 151 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال النصف الأول من العام الجاري. أيضا في الشرقية تم استقبال أكثر من 616 ألف طن من القمح في الشوان والصوامع، وفي أسوان مبادرة دعم صحة المرأة المصرية أجرت الكشف على 11 ألف سيدة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار كتيرة. محافظة كفر الشيخ أعلنت صيانة وإصلاح وإعادة تشغيل 13 معدة نظافة متهالكة متنوعة المهام، بيبلغ سعرها السوقي حالياً أكثر من 23 مليون جنيه بمركز دسوق، وده للعمل مجدداً بعد تهالكها وتعرض بعضها للتكهين والتوقف منذ سنوات، وده حفاظاً على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها. في قنا أكد فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمحافظة أنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 151 مليون و419 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وده بهدف دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين. محافظة الشرقية أكدت أنه ما تم توريده من الأقماح بلغ 616,069 طن قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وبتتولى الجهات المعنية استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة عن الكميات اللي بتقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن. في مطروح أكدت مديرية الزراعة أنه تم توزيع أسمدة الموسم الصيفي على المزارعين بالجمعيات الزراعية في مناطق الحمام والعلمين والمغرة وسيوة، كما يتم حالياً تسجيل مزارعين خارج الزمام على منظومة كارت الفلاح للاستفادة من الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين المتمثلة في الأسمدة المدعمة. مركز أورام أسوان أعلن أن المركز بيقدم خدماته الطبية والعلاجية المختلفة لمرضى الأورام في جنوب الصعيد بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية اللي بيحرص رئيس الجمهورية على تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، ونجح المركز في الكشف على 11 ألف حالة من السيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وأن هناك ما يقرب من 4000 عملية جراحية أجريت ضمن المبادرة لإنهاء قوائم الانتظار. في محافظة الدقهلية أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تشكيل حملة رقابية من أجل المرور على بعض منافذ بيع الخضر والفاكهة بدائرة المحافظة بهدف فحص أسعار المعروضات من الخضر والفاكهة، ورصدت الجولة الأولى للحملة وجود تباينات في الأسعار بين المنافذ وبين الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، وتم التنبيه على إدارات المنافذ. أصدرت محافظة البحر الأحمر قرار فيما يخص إجراءات الأمان والحماية للنشاط السياحية اللي بتعمل بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتم تكليف الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بإجراء تفتيش شهري على النشاط البحرية فيما يخص إجراءات الأمان والحماية. مجلس مدينة العريش شن حملة موسعة لنظافة الطريق الساحلي والميادين بشوارع المدينة سواء الرئيسية أو الفرعية، شملت إزالة 2 طن رمال متراكمة، وتم استخدام المعدات الثقيلة بالمجلس بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي لتجميل المكان ورشه بالمياه، وده ضمن خطة تجميل شوارع وميادين المدينة والطريق الساحلي ورفع المشكلات عن كاهل المواطنين سواء من رفع الإشغالات أو التعديات على الشوارع الرئيسية والأرصفة. جامعة أسيوط افتتحت أعمال تطوير المطبخ الرئيسي بالمستشفيات الجامعية بعد تحديثه وتجديده وفقاً لأحدث النظم والأساليب والاشتراطات الصحية اللي بتضمن الحفاظ على سلامة الغذاء والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية اللي بتسببها الأغذية الملوثة، وده بتكلفة إنشائية وتجهيزية بلغت 3 مليون جنيه.